للأسف الشديد نحن في دولة الديمقراطية في دولة المغرب في الدولة اللي بطبيعة الحال تعتبر من رموز الدول المتقدمة. الآن لا نفتخر بالمغرب ونعتز بالانتماء، ولكن للأسف الشديد أن يعاني الدكتور الوضع الحالي، أن يكون الدكتور أصبح يحمل الآن وكأنه جثة، وحتى جثة إلى المقبرة بطبيعة الحال يتم حملها وفق شروط معينة ضمانا لكرامة المواطن. ولكن الآن احنا كنشوفوا خيرة أبناء الشعب المغربي كنهزوهم في كاشة، وللأسف الشديد حتى التعامل ديال الإسعاف طبعا نقدر كل المجهودات نقدر. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.